وليد عثمان رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم ومدير شريك في شركة شورى للمحاماة والاستشارة القانونية. بيعقد يوم مؤتمر المهني الثالث للتحكيم تحت شعار نحو منظومة تحكيم عربية موحدة. هذا المؤتمر يأتي في ظل التحديات التي تواجهها منظومة التحكيم ليس في المنطقة العربية فقط ولكن على مستوى العالم أسرع. ظل التحديات التي تواجه وتكتنف اختيار مركز التحكيم الذي يلجأ إليه لتسوية المنازعات واختيار المحكم المرشح من المتخاصمين، هذا فضلا عن ظهور جهات محترفة في تمويل المتنازعين مع الدول المضيفة نظرا للكلفة المرتفعة للتحكيم الاستثماري وهو ما يسمى بتمويل الغير للتحكيم. وكانت هناك الحاجة إلى الإفصاح عن وجود جهات لتمويل هذه النزاعات لما له تأثير إيجابي على التزام الإفصاح من الأطراف المتنازعة. ومما لا شك فيه أن مراكز التحكيم هي الركيزة الأساسية في هذه المنظومة بما لها من قواعد ولوائح أثقلتها الخبرة العملية والتجربة العملية، إضافة إلى الجهاز الإداري يساعد في المركز الذي يساعد هيئة التحكيم والمتنازعين وإمدادهم بالمعلومات وتيسير العملية التحكيمية بشكل إيجابي مما ييسر إنجاز المهمة التحكيمية في أسرع وقت. الأكاديمية دأبت على استقطاب مجموعة كبيرة ومهمة من خبراء التحكيم والقانون في الوطن العربي لتزويدنا بخبراتهم العملية في هذا المجال، كما نشير في هذا المؤتمر إلى التجاوب الكبير والواسع من الدول العربية ومن القطاع العام والخاص. وشارك في المؤتمر 12 دولة عربية وهم من مصر طبعا والسعودية وسلطنة عمان والمغرب والأردن ولبنان والكويت وليبيا والعديد من الدول التي شاركت في هذا المؤتمر. الأمر الذي يضع على كاهلنا مسؤولية كبيرة في استضافة هذا المؤتمر في أرض الكنانة في بلدنا مصر، وهذا يؤكد على الدور الريادي للدولة المصرية واستعادة هذا الدور الإقليمي المهم في استضافة الأحداث العربية الكبيرة. وإن شاء الله موعدنا في العام القادم مع المؤتمر المهني الرابع للتحكيم في نوفمبر 2020 نتحدث فيه ونتناول أهم الموضوعات التي تكون مطروحة حينها على الساحة ونناقش ونتباحث مع كل المهتمين في الوطن العربي. فإن شاء الله هناك دعوة في المؤتمر، دعوة لحضور هذا المؤتمر لجميع مراكز التحكيم العربية والمهتمين والمختصين لحضور هذا المؤتمر للتباحث والشراكة في مواجهة التحديات القائمة في واقعنا الحاضر.